استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وخلال اللقاء جدد جلالة الملك المفدى التهنئة لسمو رئيس الوزراء بعد أن أنعم الله على سموه بتمام الصحة والعافية بنجاح الفحوصات الطبية الموفقة ومغادرته المستشفى سالما معافى، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويديم عليه موفور الصحة والسعادة ليواصل جهوده المباركة في خدمة المملكة وشعبها العزيز. وأشاد صاحب الجلالة حفظه الله بالدور الذي يطلع به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وبإسهاماته المشهودة في تعزيز نهضة البحرين الحديثة وتقدمها وازدهارها وسعيه الدؤوب لتطوير الأداء والعمل الحكومي لتحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات الوطنية في كافة القطاعات. معربا جلالته عن تقديره لما يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر من حرص واهتمام بالحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية التي تحققت لمملكة البحرين وإسهامات سموه في تعزيز نهضة الوطن ومكانته الرفيعة. وقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر تحية تقدير واعتزاز إلى عاهل البلاد المفدى على ما أحاط به جلالته سموه من رعاية واهتمام وسؤال دائم أثناء الفحوصات الطبية التي أجراها سموه مؤخرا، مما كان له أبلغ الأثر داعيا سموه المولى عجلت قدرته أن يحفظ جلالته ويديمه ذخرا وسندا لمملكة البحرين وشعبها. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الحرص على مواصلة العمل والبذل والعطاء من أجل البحرين وشعبها بما يحقق توجهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في تحقيق الأفضل لأبناء الوطن في كل مجال، لافتا سموه إلى أن الحكومة تعمل على الارتقاء بالواقع الخدمي بما يحقق العيش الكريم الذي يتطلع إليه العاهل المفدى للمواطنين. كما جرى خلال اللقاء استعراض المواضيع التي تهم الشأن المحلي من أجل تعزيز المسيرة الوطنية، مؤكدا جلالة الملك المفدى في هذا السياق أن مملكة البحرين ماضية في مسيرة التطوير والتحديث وبدعم ومساندة أبنائها المخلصين، معربا في الوقت ذاته عن اعتزازه بما تحققه المملكة من تنمية متواصلة وتطور متسارع في كافة مناحي الحياة لما فيه خير الوطن وصالح المواطن، داعيا جلالته الله أن يحفظ البحرين ويديم عليها أمنها واستقرارها ورخاءها.